يعود الإنسان الموفق نفسه أنه بعد صلاة العشاء إذا كان لا يستطيع قيام آخر الليل أنه بعد صلاة العشاء لا يقترب من أحد، يذهب إلى بيته ويستفتح كتاب ربه ويصلي ما شاء الله ثم يوتر وينام، يعود نفسه على هذا وسيرى كم من الخير يصيب. والله إنه لمن الشجا والحزن أن تجد الإنسان يخرج من صلاة العشاء إلى بيته بمجرد أن يصل إلى البيت ويأكل ويتعشى وينام، فإذا جاءت نفسه تحدث بقيام الليل جاء بمئة عذر، أنه متعب وأنه لا يستطيع وأنه وأنه، لكن لو أنه في تلك الساعة جاءه ضيف أو صديق لجلس يتحدث معه إلى قرابة نصف الليل، فيقول له الصديق أثقلت عليك؟ يقول له لا والله أدخلت علي السرور، والله يا أخي ما أريدك تذهب، والله إنه حزن، ويستخسر أن يقوم بين يدي الله عز وجل، يرى من الخسارة أن يقرأ كتاب الله عز وجل. جفوة بيننا وبين القرآن، والله لو أن الإيمان كمل في قلب العبد لرأى أن كتاب الله والسلوى بكلام الله أعظم من كل أحد. كلام الله سبحانه وتعالى القرآن إذا أنست به بدد الله به همومك وغمومك وقضى به دينك وفرج به كربك وصار لك سلوة من كل حزن، فتجده يجلس مع الناس ويسهر في المناسبات إلى منتصف الليل وهو مجهد تعبان لا يشتكي شيئا، لكن لو جئت تطلب منه ركعتين لقيام الليل فعندها تقوم القيامة. ولكن المحروم من حرم، والله ليأتين على العبد يوم يبكي فيه بكاء الندم الذي لا ندم فوقه، في يوم التغابن على فوات الثواني فضلا عن الدقائق فضلا عن الساعات. يا هذا انتبه لنفسك، هذه النعم المترادفة المسبغة عليك في الصحة والعافية والأمن والأمان. كم من أناس يتمنون قيام الليل وما استطاعوه بسبب الأمراض، وكم من أناس يتمنون قيام الليل وما استطاعوه بسبب الشغل، وكم وكم، وأعطاك الله الصحة والعافية والأمن والأمان. أناس في الصحراء لا يجدون الماء إلا بمشقة وعناء، يذهب الواحد منهم إلى مسافات بعيدة من أجل أن يؤمن الماء الذي يتوضأ به لقيام الليل، والماء يصب على رأسك في غرفتك، وفي شدة البرد يأتيك حارا، وفي شدة الحر تجده باردا من المكيفات. أين نحن من نعم الله عز وجل؟ ولذلك تجد الإنسان هذه التي ينامون عنها أفضل، ينامون عن ماذا؟ ينامون عن خير عظيم. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. عود نفسك من الليلة إذا صليت العشاء تريح السفر الكرام البررة، وتخط في صحيفة الأعمال ما يقربك إلى ذي العزة والجلال. بعد صلاة العشاء تغلق باب بيتك، كفاك من أول النهار إلى صلاة العشاء وأنت ترتع في هذه الدنيا وتجلس في المجالس وتطلق لسانك، فهذه سويعات أو لحظات اجعلها لآخرك. هذا إذا كان الإنسان لا يثق بنفسه أنه يقوم آخر الليل. عود نفسك على هذا، فوالله لتجدن بركته وخيره. فيعطى الإنسان قيام أول الليل، فمن الناس من يبدأ بنصف ساعة يقرأ فيها وردة من قيام الليل، فيفتح الله عليه تمتد النصف ساعة إلى ساعة، ومنهم من تمتد الساعة إلى ساعتين، ثم بعد ذلك يرفع الله درجته فيحدث نفسه يقول الناس الآن تقوم آخر الليل وأنا أقوم أول الليل، لماذا لا أقوم آخر الليل؟ فيوفقه الله عز وجل فسنيسره لليسرى. اعمل ولا تشتهي وتتمنى، لا تتمنى على الله الأماني، اعمل. فيوفق الله سبحانه وتعالى فينام أول الليل ويقوم نصف الليل، يقوم آخر الليل. والله إنه يبلغ بالعبد إذا حفظ لله عز وجل حقه وحرص على قيام الليل أنه يأتي مجهدا منهكا.
قد تأتي مناسبات مفروضة عليه فيسهر إلى قرابة منتصف الليل ويأتي مجهدا منهكا، ومن عادته أن يقوم الثلث الآخر فينام ساعة فيضع الله له فيها البركة فيقوم ثلث الليل الآخر وكأنه لم يتعب. ولا أقولها، قد رأيتها في الوالد رحمه الله، كان من أول استيقاظه رحمه الله إلى ما بعد صلاة العشاء، فتأتي المناسبة التي تفرض عليه أن يسهر لقريب أو لذي حق، فيأتي قرابة منتصف الليل نأتي منهكين متعبين، ثم يشاء الله عز وجل وينام. لا يمكن أن يأتي الثلث الآخر إلا وهو قائم يصلي. وتتعجب ويصبح الصباح، والله لا أذكر أنه اشتكى أنه تعبان أو به نعاس أو به خمول. توفيق من الله، وهذا كله بفضل الله عز وجل ثم بالعزيمة. ولذلك سل الله العزيمة على الرشد، قل اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد. لا يكفي أن تكون خيرا تقول والله قيام الليل في هذا الفضل العظيم، لا يكفي أن تقرأ آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وقصص السلف الصالح فتهز بها رأسك ويخشع بها قلبك، ثم لا تتبعها بعمل. هذا صنيع العاجز، صنيع المحروم. إياك أن تكون من المحرومين، عاذنا الله وإياكم من ذلك. عليك أن تشحذ الهمة من اليوم، تبدأ بأول الليل ولو بصفحة من القرآن، لو يكون ما يكون، لو يأتي من يكسر الباب لا تلتفت إليه، هذا سوق الآخرة. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام الذي يحمده عليه الأولون والآخرون قرنه الله بقيام الليل. انظر أي فضل، أي خير، أي بركة. ولذلك الموفق من حرص عن هذا الأمر. إذا كان لا يستطيع أن يقوم آخر الليل يوتر قبل أن ينام.